لو الحكاية فيها إن فيتو. يأتي المنطقة الرابعة لتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي يعقد برعاية كريمة معالي وزير الاستثمار، ويأتي بإطار التنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية. وجعل المؤتمر هذا العام التأمين الطبي والرعاية الصحية نحو أداء أفضل. تعلمون حضراتكم من خلال المنطقة الرابعة أن احنا كنا حريصين على عقد هذا المؤتمر مرة كل سنتين، وكان المنطقة التقييمي الأول للتأمين الطبي والرعاية الصحية في عام 2010. وبعد ذلك نظرا لأهمية هذا القطاع المهم، قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية، كان الحرص على عقده مرة كل سنتين. فهذا هو المنطقة الإقليمي الرابع، ونرجو أن نكون هذا تقييم نحرص عليه في السنوات القادمة إن شاء الله. يهدف المنطقة إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات في الساحة المحلية والدولية في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية، والتعرف على أهم وأفضل الممارسات لإدارة تغطيات التأمين الطبي وسائل الحد من تكلفة قطاع التأمين الطبي. كما يأتي هذا المنطقة إلى التأكيد على أهمية قطاع التأمين في توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها، حيث أن فرع التأمين الطبي هو أحد الفروع التي حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في أسواق التأمين العربية، وأصبح من القضايا الهامة التي تواجه عالمنا اليوم، وحيث لا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد كونها العنصر البشري لبناء رأس مال بشري قوي قادر على الإنتاج ويساهم في تحقيق خطط التنمية في صالح اقتصاديات دولنا العربية. السيدات والسادة الحضور، يسعى الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل على إزالة المعوقات التي تواجه التأمين الطبي، ومنها على سبيل المثال قيام الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد لتحديد التشريعات التأمينية المنظمة لتنظيم عمل شركات الرعاية الصحية، وهذا ما سوف يتضمنه مشروع قانون الشراكة الرقابة على التأمين الذي من المزمع إصداره إن شاء الله قريبا، والذي انتهت إلى الاستشارية العليا التي شكلتها الهيئة من إعداده وتم انتهاء منه.